يقول: نحن إخوة لكم في الإسلام، مغتربون ونقيم في المملكة. إذا جاء زكاة الفطر، هل نبعث بها إلى بلادنا نظرا لكثرة المحتاجين هنا، أم لا بد من إخراجها حيث نقيم؟ جزاكم الله خيرا. صدقة الفطر تتبع البدن، فيخرجها المسلم في البلد الذي يأتي عليه ليلة العيد وهو فيه، لأنها تتبع بدنه، هذا هو الأصل. وإذا أخرجها ببلد آخر وكل من يخرجها عنه وقت الإخراج جاز ذلك، لكنه خلاف الأولى. نعم.